أهلا زميلتي أمال، أهلا مشاهدينا الكرام. نحن مباشرة من مقر وزارة التربية الوطنية برويسو، حيث بعد لحظات ستقوم وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط رفقة المفتش العام لوزارة التربية السيد مسقم نجادي بتنشيط ندوة صحفية لتقديم أرقام حول نتائج الفصل الأول. وللمزيد من التوضيحات حول هذا الموضوع يحضر معنا المفتش العام السيد نجادي مسقم. سيدي، المزيد من التفاصيل حول هذه النتائج وكيف كانت، يعني هل يعني مقارنه بالسنوات الماضيه؟ شكرا. في الحقيقه كما وعدت السيده الوزيره اللي تكلمت ان ستقدم النتائج الفصل الاول للسنه الدراسيه 2016 2017 في نهايه جانفي. اليوم في أول فيفري سنقدم هذه الحاصلة، وستقدم من طرف السيدة مديرة التقويم السيدة ميزايب، هي اللي غادي تكون تقدم لنا هذا في هذه الندوة الصحفية، غادي تتكلم على نتائج الفصلية المتعلقة بالتعليم الابتدائي المتوسط الثانوي. والعرض هذا سيبين مدى المجهودات التي بوذلت في الفصل الأول، وفيه نتائج تبين المؤسسات او الولايات التي تحسنت في النتائج تاعها اللي مازالت مستقره، والنتائج كذلك لبعض الولايات اللي راهي في انخفاض. شكرا. اكيد سيدي، ربما نتائج الفصل الاول او هذا الفصل عارفه نوع من الاضطرابات لا سيما الجويه، منها بعض الاضرابات، يعني هل هذه الظروف اثرت على نتائج التلاميذ؟ لا، الظروف المناخية جات في الحقيقة في وقت خارج عملية التقييم اللي قمنا بها. فيما يخص التوقفات أو الاضطرابات الجوية، في الحقيقة كانت في البداية عائق، ولكن اليوم بفضل التعديلات التي قمنا بها مع السادة المفتشين حول التدرجات والتي بلغت للأساتذة وحاليا تطبق في الميدان، بالنسبة لنا هذا التعديل سمح لجميع المؤسسات لمواصلة الدراسة بصفة عادية. يعطيك الصحة أستاذ، شكرا. إذا زميلتي أمال، كانت هذه أهم التفاصيل أو المعطيات حول الندوة الصحفية التي سينشطها السيد نجادي مسقم. للمزيد من التفاصيل نتواصل في الساعات المقبلة. من مقر وزارة التربية الوطنية كانت معكم أمال لاكيل. وشكرا جزيلا لك أمال لاكيل.